فير بلاي. مساءً عليكم من جديد في فير بلاي، متواصلين من توا حتى الماضي 3:30. قبل ما نبدا في استقبال اول ضيف معنا اليوم، هل نعطيكم نتائج مقابله الجوله الخامسه للبطوله اللي قاعده تلعب حاليا 10 دقائق في مقابله الكلوب واتحاد بن قردين. في بن قردين التعادل السلبي دون اهداف، تطاوين متعادله مع الاولمبي البيجي في 11 دقيقه لعب دون اهداف، مستقبل رجيش متعادل مع جي اس كاف 7 دقائق لعب دون اهداف، وكيف كيف نفس النتيجه في مقابله سليمان والمتلاوي في توقيت 10 دقائق لعب. منذ ايام المنتخب التونسي كان تأهل كان موريتانيا 2021 في منتخب الأوسط بالطبيعة حسب المنتخب الليبي، مقابلة خلفت شوية جدل بسبب بعض الأحداث اللي كانت في آخر المقابلة، أحداث عنف ما حبيناش نشوفوها بين منتخبنا ومنتخب ليبيا الشقيقة. كنا معانا بالتليفون السيد يونس الكزة رئيس وفد المنتخب الليبي اللي كان في تونس، ناخذ من عنده أكثر تفاصيل على اللي صار في نهاية المقابلة. سي يونس أهلا بك. اهلا بك سيدي، وارحب بك وبكل الساده المستمعين. مرحبا بك استاذ. دونك اول حاجه نحب نهنيكم تقريبا على صحيح المنتخب الليبي ما تاهلش، لكن عمل بشهاده الفنيين الكل بطوله ممتازه جدا للمنتخب الليبي. بدايه اود ان احيي كل المستمعين الكرام في عبر اثيركم عندكم، وكان هو هذا ما نامل اليه، هو التنافس الشريف واقامه مباريات اللي يكون فيها الرتم القوي لاختبار اللاعبين، يعني كانت بطوله ناجحه، كان فيها تنافس جيد للمنتخبات الجميع. المنتخب الليبي طبعا كان غير متوقع من جانب حسب الاراء والنقاد انه كان في مستوى جيد. طبعا هذه احكام كره القدم، لابد من فائز وخاسر. نحن نرحب بكل النتائج، يعني ما حدث من احداث نهايه اللقاء يعني احداث مؤسفه، هي طبعا بالعاده يعني كانت دائما تحدث في بعض يعني مباريات كره القدم، ولكن لم نكن نفضل ان تحدث هذه الاحداث. هو عارف انت العمر الشباب والضغط النفسي. سيونس تونجيك الاحداث، تونجيك الاحداث هذه، لكن قبل نحكي عن المنتخب الليبي شويه خاطر بالحق يستحق المنتخب الليبي. شنو السبب في التالق نتاعكم، خاصه نعرف الناس الكل البطوله الليبيه واقفه تقريبا منذ تقريبا الثوره، تقريبا كما يشغل تاكد لي انت، منذ الثوره الليبيه واقفه البطوله الليبيه، شنو السبب في تالق المنتخب الليبي؟ هي البطولة الليبية واقفة طبعا من سنة 2019 نتيجة الحرب ثم نتيجة وباء كورونا، لكن يعني قمنا به بتجميع هذا المنتخب الشاب، وقمنا بعدد 4 معسكرات داخلية في ليبيا كانت لمدة تقريبا شهرين، خاض فيهن الفريق عدة مباريات ودية حتى كانت مش في مستوى الرتم العالي، ولكن ما تحصلنا عليه من أندية جاهزة داخل ليبيا تمارينا معهم، يعني كان الاعداد خذ المنتخب الوقت الكافي في الاعداد من الناحيه البدنيه والفنيه، كانت الظروف يعني هيئنا جميع الظروف للمنافسه للتاهل من اجل التاهل لبطوله افريقيا للشباب. يعني نحن كنا نعلم جيدا ان سننافس فرق قويه مثل تونس والمغرب الجزائر مصر، يعني عند منتخبات شمال افريقيا هي منتخبات تملك رتم عالي ما لها من فنيات يعني بمستوى منتخب ليبيا، يعني حاولنا يعني نعمل بجهد بحيث اننا نتاهل لهذه البطوله، ولكن هذه احكام كره القدم يعني، وكان مستوى جيد لكل المنتخبات الحقيقه، حتى المنتخب التونسي قدم اداء جيد واداء راقي. اعتقد ان الاختلاف كان في مباراه ليبيا وتونس كان يرجع للأمور الفنية وحنكة المدرب التونسي في قيادة هذه المباراة، ولكن يعني هذه النتيجة يعني كلنا راضين بها، ونتمنى للمنتخب التونسي الشقيق التقدم، وان شاء الله يشارك مشاركة في بطولة افريقيا تكون مشرفة للمنتخب التونسي. به خلينا نجيو الاحداث تو، شنو صار بالضبط في نهاية المقابلة؟ طبعا هو الاحداث يعني عاده يعني ما نشاهد فيها، وهي احداث مؤسفه، ودائما يعني ننبذ هذه الاحداث من سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي، هي يعني زياده شوي ضغط عند اللاعبين، كانوا يعني هم متاملين انهم يترشحوا، يعني انت عارف شو مجريات المباراه والهدف اللي جاء في وقت قاتل، يعني مما يعني ممكن نقوله قد يعني انفلتت اعصاب اللاعبين، عدم الخبره لدى اللاعبين الليبيين وكل الشباب يعني ما زالوا في بدايه اعمارهم في كره القدم. احداث يعني كانت غير مبرره من جانب المنتخب الليبي او المنتخب التونسي، ولكن يعني هنا دائما ننصح الشباب ان تكون المنافسه داخل الملعب،
بكل روح رياضيه تقبل جميع النتائج سواء كنت فائز او خاسر. يعني كانت احداث مؤسفه لم نتمنى ان تحدث، ولكن الحمد لله مرت على خير، ونحن والشعب التونسي والاتحاد التونسي يعني مشكور، قدم كل التسهيلات للمنتخب الليبي، ونشكر ايضا اتحاد شمال افريقيا لاقام هذه البطوله في مستوى عالي. يعني نتمنى التوفيق للجميع مره اخرى، وان شاء الله يوفق الله المنتخب التونسي في تصفيات في بطوله افريقيا القادمه ان شاء الله. هو تقريبا الحاجه العركه صارت باللي لاعب المنتخب الليبي ضرب اللاعب المنتخب التونسي بالكره، تقريبا هو كان متوجع بعد نهايه المقابله، فرحه وحاجه كما هكا. هي كانت يعني هي بدايه الاحداث، يعني وكان حتى اللاعب لما يعني جلست معه كرئيس وفد، وكان يعني في بعض التوبيخ من اللاعبين، فيعني هو يعني غير مقصوده، يعني هو ضرب الكرة بشكل غير مقصود، يعني تعبير عن بعد صفرة نهاية المباراة. فكان رد الفعل من اللاعب التونسي انه تهجموا على بعض، وصارت الاحداث والحمد لله يعني اللي ما فيش حاجة يعني كانت اي اصابات او اي مشاكل، واستطعنا ان نسيطر على الوضع، ونتمنى ان لا تحدث الاحداث بين المنتخبات الشقيقة، وان تكون في ظل المنافسة الشريفة بكل روح رياضيه. تطورت حتى الخلاف مع اعوان الامن كان ظهر. هو الامن طبعا ادى واجبه، يعني كان فيه يعني يحاول ان ما يتعدوش اللاعبين على بعض. انا كنت متواجد في ارض الملعب، يعني كان الامن قام بيقوم بدوره يعني من ناحيه امنيه. كل ما يحدث يعني من تاويل لهذا الموضوع سواء السوشيال ميديا او حسب التصريحات من بعض الاشخاص الناشطين على الفيسبوك، ويعتبر شيء يعني مخجل، يعني يحاول ان يؤول هذه الاحداث، ولكن ما حدث، وهذا من عين المكان ان الامن ادى واجبه بكل حرفيه. يعني كان تعامل مع الشباب، يعني حتى نقولوا تحمل بعض الشتائم وكذا، ولكن اعرف انه هو يمتص بحماس الشباب، ومشت الامور والحمد لله. نحب نشكرك سي يونس على هذا الخطاب، بصراحه خطاب رسين جدا، تقريبا نقولوا الطاحل كيف يظل في تونس، معناها ما فماش حتى مشكل ولا حاجه بين الزوز اشقاء. لا 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 يوجد مشكله، بالعكس، وجينا لمكان الاقامه ودخلوا اللاعبين بكل هدوء، واحتفلوا اللاعب التونسي المنتخب التونسي داخل الفندق، ونحن كنا نشاهد فيه نحن مجالسين في الفندق، وما فيش اي مشاكل، وانتهت في وقتها، ونقول الحمد لله، وان شاء الله نلتقي في منافسات تكون افضل، وتكون بكل روح رياضيه، ونحن شعبين شقيقين، يعني لا نريد يعني لهذه الاحداث او غيرها ان تؤثر على علاقه الشعبين، وبالتاكيد لن تؤثر، يعني علاقات قويه بينه وبين الشعب التونسي وبينه وبين الاتحاد التونسي لكره القدم، وعلى تواصل. والحقيقه يعني نحن نعتبره في تونس هي بلدنا الثاني، حتى في ملعبنا في انديتنا تلعب داخل الملاعب التونسيه، وان شاء الله ربي يوفق الجميع، ونتامل المستقبل لهذا الجيل وهذه الاجيال ان تقود او تتمركز على عرش افريقيا ان شاء الله. هو حتى تاريخيا ديما فما التنافس هذا، حتى يفوت بالحد ديما بين تونس وليبيا. هو طبعا هو التنافس كويس، يعني مطلوب من داخل الملعب بطريقه يعني كما نقولوا في كره القدم بكل الطرق اللي تؤدي الى كاس مباراه، لكن ضد العنف وضد المشاكل اللي قد تسيء للشعبين او للمنتخبات وسيرتهم، يعني ودائما ما تكون مباريات قويه بين منتخبات شمال افريقيا، يعني نقول الجزائر، تونس، مصر، ليبيا، دائما هناك منافسه، هناك نقول احنا ديربيات، يعني تكون لها طعم خاص، واللقاء دائما لقاءات تكون لها رونق خاص بين المنتخبات. ولكن في داخل الارضيه في الملعب في 90 دقيقه ثم ينتهي كل شيء، ومن يفوز نبارك له، ومن يفقد نتيجه المباراه نقول هارد لك وتعوض في القادمه، وهذه كره القدم. بعيدا عن البطوله هذه سي يونس، حاب نسالك على المنتخب الليبي، المنتخبات الليبيه الكل، تقريبا فما اجماع ديما حتى من التونسيين ان المنتخب الليبي ديما عنده لاعبين فنيين كبار برشا، حتى اللي لعبوا في تونس كما طارق الطيب، كما حمدو الهوني، كما احمد سعد، تقريبا فنيا لاعبيه ممتازين، علاش المنتخب الليبي ما تطورش، ما مشاش المستوى نيفو اعلى معناه؟ هو طبعا هو يقول لك عدم استمراريه المسابقات بشكل جيد، يعني حسب ما يعني مثلا كيف ما نقول مثلا في تونس هناك مسابقه دائما مستمره، مسابقات محليه،
وهي المعول الاساسي المسابقه المحليه هي اللي تنتج اللعيب سواء للمنتخب سواء للانديه المشاركه على مستوى افريقيا. يعني هذا ما ينقص اللاعب الليبي، وحتى العقليه الاحترافيه يعني عند اللاعب الليبي قد تكون يعني غير موجوده. هو الاحتراف ليس الانتقال الى فريق خارج الديار، بالعكس هو الاحتراف قد يطبق الرياضي حتى داخل ناديه اللي هو موجود فيه داخل بلده. فيعني هناك بعض يعني النواقص من ناحيه فنيه ومن ناحيه حتى يعني تاهيليه للاعب الليبي. والظروف الاخيره اللي تمر بها ليبيا من 2011 حتى الان هي كانت حتى هي السبب الرئيسي في عدم تالق اللاعب الليبي واستمرار المنتخبات، وهذا يرجع لعدم وجود استقرار في الدوله الليبيه. وان شاء الله الامور القادمه ان شاء الله تكون افضل. هو تقريبا تم تحديد يوم 15 جانفي في العوده البطوله الليبيه هكا ان شاء الله. هو من المفترض كان تكون في قرعه المسابقه المحليه الليبيه يوم الخميس اللي هو يوم غدا، لكن حدث بعض التاجيل، وهي حتى هي ترجع للظروف الراهنه في ليبيا. يعني اجل هذا الاستحقاق الى الاسبوع القادم بحيث يتم اجراء القرعه وبدايه المسابقه في 15/1 باذن الله تعالى. اكيد ان شاء الله عوده سريعه للكره الليبيه. لاعب الترجي ونجم الترجي حمد الهوني ظهر لي زارك ومشجعكم صحبه لاعب ملعب التونسي المقصي. نعم، يعني هذا دوره كلاعب ليبي قدم يعني التشجيع المعنوي للرياضيين، اجتمع بالمنتخب الليبي وقدم له التشجيع المعنوي والنصح يعني من حيث المنافسه الشريفه. يعني كان له دور يعني من هذه، يعني هذه من الجوانب المعنويه اللي من المفترض واللي مفروض على كل لاعب يعني يكون له اسم في بلاده ان يقدم النصح والدعم المعنوي للشباب، يعني في جيل زي منتخب الشباب يعني هذا يعني الكثير لهم. وكان له دفعه كويسه، والحقيقه يعني مشكور على اللاعب حمدي، وهذا من يعني من اخلاقه ومن يمكن ما نقولوا نحن من يعني وطنيته. انا سمعت اعطاه حتى وعدهم منحه ماليه في صوره الترشح. نعم، هو يعني كان انا بامانه ما حضرتش اللقاء، كنت خارج الفندق، ولكن يعني اعطاهم دفعه معنويه ويعني قال لهم انه اذا كان ان شاء الله تاهلتوا انا عندي كم مكافاه يعني شخصيه من هناك، لاعب ليبي ومواطن ليبي، وهذه يشكر عليه الحقيقه. أكيد. وان شاء الله ربي هو يوفقه في مسيرته الكرويه ان شاء الله. ان شاء الله. سيونس الكزا رئيس وفد المنتخب الليبي اللي كان في تونس الاواسط، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. دونك نتابع معكم نتائج مقابلات الجوله الخامسه للبطوله، الدفعه الاولى اكيد من المقابلات وين وصلت حاليا. الاتحاد بن قردان يسجل الهدف الاول ليه ضد النادي الافريقي من بينالتي سجلها محمد بن ترشه، تحصل عليها كان عمر زكري بعد تدخل من سامي الهمامي في الدقيقه 19. حاليا دقيقه 25 واحد بلاش الاتحاد قدام الكلوب. الاتحاد التوين في 26 دقيقة لعب متعادل مع الأولمبي البيجي دون أهداف، مستقبل الرجيش متعادل في 21 دقيقة لعب مع جيسكا دون أهداف، أيضا مستقبل سليمان متعادل دون أهداف في 25 دقيقة لعب مع نجم المتلوي. نمشي فاصل ثم الأخبار بعد كم نيم في فير بلاي حتى المطلع ونص.